أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر. السائل له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه أم في يساره؟ وهل هو عبادة أم سنة مأجورين؟ الذي نص أهل العلم أنه يترجح أن يلبسها اليد اليسرى ويجعلها في البنصر الذي هو يلي الذي هو بين الوسطى والخص، هذا هو المستحب والمستحسن. وإذا لبسها باليد لبس الخاتم باليد اليمنى فهذا أيضا ورد، ولكن الأرجح أن يكون ذلك باليسرى، اليد اليسرى. نعم.